أنا جراز من يثرب. ونعم. بس عنده طلب واحد يعني، هو طلب واحد يعني، مو مرجع ولا مرجع. أمر أمر، مو تطلب أمر يعني. تفضل. يعني أخوه منتسب بالشرطة. نعم. أخوه منتسب بالشرطة مدة جيل. نعم. نزح من منطقة من يثرب مدة جيل يعني 4 أشهر بدون راتب. نعم. هو نزل من داعش. نعم. بعدها من خرج للشارع هو يداوم بدي يجي 4 أشهر وداعش موجود. نعم. أخذ عائلته وراح. زين. عندنا الزلم من الدوام طلع للشارع يجيب يسوي البنزين. حضرت السيطرة مثلا سلام. نعم. وهذا صار سنة كاملة من مدلهم. هو ولا جماعة هواية. يعني هو نزل من داعش. والناس تاخذ السلام السلام على اي اساس؟ شنو اللي يسويه؟ شنو اللي عنده؟ هو منتسب بالشرطة. شنو لازم من داعش تجي الحكومة تاخذ منه؟ شنو السالفة؟ نعم.